دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائريين إلى تجاوز الذاكرة التاريخية الاستعمارية والتطلع إلى المستقبل، وقال: لم نختار تاريخنا ولكننا ورثناه، ويجب أن لا يكون عائقا أمامنا للمضي قدما في علاقتنا مع الجزائر قدما. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: إنه يجب أن نطوي صفحة الماضي وفتح أخرى جديدة في العلاقات بين البلدين على أن تكون مبنية على الثقة والاحترام. وطلب الرئيس الفرنسي بتقوية الجهود الدولية لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا واصفا إياها بغير الإنسانية، وأضاف: هذه الحرب أخذت باستقرار المعمورة وليس فقط الدول الأوروبية أو أوكرانيا لوحدها. من جهته قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: إن المحادثات مع ماكرون تونم عن مدى عمق العلاقات لكونها شاملة جميع المجالات. وتابع تبون: تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل ملفات التعاون وتعزيز بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه المبني على إقامة شراكة في ظل الاحترام وتوازن المصالح بين البلدين وفق تعبيره. وأضاف الرئيس الجزائري: نطمح إلى تكثيف التعاون العلمي والثقافي، لقد كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى الجزائر عصر اليوم الخميس في زيارة للبلاد تستمر 3 أيام. نشكركم على حسن المتابعة.